في نشرة اسمها نشرة المتوسط، النشرة دي مدعومة حاليا من وزارة الخارجية الإيطالية اللي رئيسة وزرائها جاية بكرة تزور مصر ضمن وفد أوروبي كبير جاي يشوف إيه المصايب اللي بتحصل في المنطقة دي ويشوف هيوصلوا إيه مع الرئيس السيسي. طبعا الزيارة دي جاية معاها بقى طوفان من البيانات الصحفية ومجموعة كبيرة من الأسئلة السياسية اللي بادئة من المجتمعات الثقافية والسياسية والصحفية والبرلمانية الأوروبية قبل ما تكون المجتمعات المصرية. عارفين العنوان بتاع الموضوع ايه؟ بتاع الموضوع الصحفي اللي معمول عن مصر ايه؟ مختارين كلمة من سفر دانيال في الكتاب المقدس ومسميين مصر عملاق عملاق بقدمين من طين. ويا أخي التعبير قوي جدا، في خياله وفي واقعيته احنا فعلا عملاق بقدمين من طين، عملاق بقدمين من طين. طبعا القصة اللي بيحكي عنها التقرير حوالين المليارات اللي دخلت والوضع الاقتصادي والحالة والأزمة والحكاية واللي حكوها واللي عايشينها واللي هيعيشوها، لكن العنوان استوقفنا جدا جدا لأنه في الحقيقة معبر بطريقة كبيرة عن الحالة اللي احنا فيها. مصر عملاق بقدمين من طين، عشان كده بقول لكم احنا مطينين بطين، مطينة ايام مطينة ببطين، صح؟ ماشية كده الحكاية على بعضها. حوالي 8.1 مليار يورو هيدفعوا لجمهورية مصر العربية في دفعات لغاية 2027، يعني مش هيجوا دب ترخ حتة واحدة. لكن المنح والقروض جزء منها منح وجزء منها قروض، كنت امبارح بسأل هي كلها منح ولا كلها قروض، واضح انها جزء وجزء. والهدف السياسي الرئيسي فيها هو ضمان استقرار مصر، زي ما شرحت لحضراتكم امبارح وقلت لكم باختصار وبوضوح، الاتحاد الاوروبي عايز يضمن انه انتوا ما تجوش عندهم، انتوا كمصريين يعني ما تجوش. بالمناسبة عاملين كده مع تونس برضو عشان برضو يضمنوا ان التوانسة ما يروحوش عندهم. ليه؟ لان هم عارفين اكتر من اي حد تاني انه عملاق من طين، من قدمين بالطين، امطين خالص، عارفين وواثقين، فبيحاولوا يتفادوا سقوط كل هذا الطين عليهم. تخيل انت عملاق بطول 100 مليون بني ادم، لو شبكوا ايديهم مع بعض كده، مسكنا ايدينا في ايدين بعض كده بريلا بريلا بريليلا، نوصل لشواطئ البحر المتوسط من غير مراكب، مش محتاجين مراكب احنا في الموضوع ده. لكن الوضع الاقتصادي في الحقيقة برضو جاذب عدد من العناوين والمواضيع الى درجة انه في تقرير شاتم هاوس ده مؤسسة من اهم المؤسسات الفكرية، ودي مؤسسة ليها قواعد مشهورة، هي قواعد شاتم هاوس اللي هي بيجيبوا ناس مختلفين تماما على قاعدة واحدة أساسية، هي أن لا يتحدث أحد حول هذه الجلسة ولا يصرح بها لا لمزا ولا وصلا ولا شكلا، علشان يقدروا يجيبوا أكتر ناس مختلفين في العالم ويقعدوهم في غرفة واحدة يتناقشوا. وياما في قضايا في العالم شاتم هاوس دي ساعدت في حلحلتها وتفكيكها، منها جلسات كتير في الصراع العربي الإسرائيلي. بالمناسبة برضو يعني القواعد اللي اخترعتها شاتم هاوس في إدارة الحوارات هي قواعد موجودة في عدد من المنتديات. يعني مثلا خلينا أقول لكم إنه في منتدى النهاردة في باكو عاصمة
أذربيجان اسمه منتدى باكو للأمن والسلام والبتاع، في عدد من الشخصيات والقيادات المصرية وعدد من الدول وعدد من رؤساء الدول بيتجمعوا النهارده. النهارده كام؟ 16. بدأ أول امبارح يخلص بكرة، أربع أيام. في قيادات مصرية على فكرة، في قيادات مصرية تنفيذية حاضرين، وفي قيادات فلسطينية، في قيادات إسرائيلية حاضرين، قيادات من العالم كله، في مثلا بتاع 14 رئيس جمهورية حاضرين. ما بيحضروش بقى بالمنطق اللي انتوا بتشوفوه في المؤتمرات بالمعنى بقى، والسيد رئيس الجمهورية يتحدث الآن، لا لا لا، الناس بتلبس بقى بدل كده ويقدروها كاجوال كده، ويقعدوا في جلسات مغلقة حجمها أصغر أشبه بالندوات، ويفكروا ويتناقشوا ويقولوا ويحللوا ويحكوا. في جلسات كتير وفي أنواع كتير من الجلسات اسمها التراك 2، الطريق الثاني أو التراك الآخر، يحضرها رسميين بس بدون صفتهم الرسمية. يعني يحضر مثلا رئيس جهاز مخابرات وهو معروف هو مين، ما بيخشش سرا يعني، بس بيقول أنا هنا اسمي فلان الفلاني وحاضر بصفة غير صفتي، يعني جاي ألك وأعجن وأحكي وتحكوا وكده. ومن النوع ده الأساس في القصة شتم هاوس، من النوع ده من الحوارات والديالوج بيحصل حلحلة كتير لأمور كتير جدا جدا، وبيسهل كتير في عملية الوصول لحلول. يمكن اجتماع باريس كان بالمعنى ده، اجتماع باريس اللي يخص غزة وتحضروا، يعني انت سمعت انه حصل اجتماع في باريس بس ما عرفتش ايه تفاصيله، مين اللي حضر من الجانب الفلسطيني، في حد حضر؟ ممكن الطرف نفسه، يعني ممكن ما تلاقيش حركة حماس نفسها حضرت، ولكن ناس قريبين من حماس يحضروا عشان ما تبقاش الحركة بنفسها حضرت وقابلت فلان او علان وهكذا. فالنوع ده من المسارات الاخرى والمختلفة في عالم السياسة موجود، واصبح موجود بقوة وكثافة. وهذا النوع لا يحب الاعلام والاعلاميين خالص، عشان كده تسمعوا عن الحاجة بس ما تحضروش الحاجة، او ما تشوفوهاش فوتج، او ما تشوفوهاش مناقشات، او ما تشوفوهاش اخبار، لكن بتبقى مؤثرة جدا لهذا السبب بالتحديد. شتم هاوس عندها مركز بحثي، وعاملين سؤال بحثي مهم جدا حوالين الاقتصاد المصري، لماذا يعود تحسن التوقعات الاقتصادية في مصر في الغالب الى الحظ او وليس للمهارة؟ هم شايفين انه النتيجة الطبيعية للتحسن الملحوظ على مستوى الارقام في الاقتصاد المصري سببه حظ بحت، مش سببه مهارة حقيقية. ولو انت خدت التقرير ده، هو تقرير موجود ومنشور باللغة العربية، بنصحكم يعني تقروه وتبحثوا عنه. تقرير يعني لو انا كاتبه هحط العنوان اديني فدان، اديني إيراد حظ وما تدينيش ايه فدان شطارة، إيراد حظ وما فيش فدان شطارة. هو التقرير عايز يقول كده، يعني الفكرة دي باختصار. والحكاية المهمة جدا انه تقريبا اللي بيقوله التقرير هو نفس اللي بيقوله كل الاصلاحيين الاقتصاديين في مصر. كنا امبارح جايب لكم الدكتور احمد السيد ودكتور اخر، اللغة دي تقريبا اصبحت لغة دولية. كويس، انت خرجت من مأزق كبير جدا جدا، عشان ما تلبس في هذا المأزق في فترة زمنية تبدأ من 6 شهور سنة، وفي ناس بتقول ممكن نستمر بحالة كويسة 4 سنين. طبعا أنا أشك في حكاية 4 سنين دي بسبب الأخبار اللي هقولها لكم بعد شوية، لكن في حلول لاستمرار إنك تاخد دواء معين وتعمل سياسات معينة، لو استمرت عليها تقدر الدولة والاقتصاد ياخد نفسه تاني ونعيش مع بعض لحظة جميلة. لكن طبعا انا عارف وانت عارف وبتاع شطم هاوس عارفين، والراجل اللي قال لك عملاق من اقدام من الطين عارف، وحاج محمد المعدي ورا الكاميرا ده عارف، كل الناس عارفه انه لا، احنا بنحب الطين، احنا بنحب نتزحلق على الطين، احنا بنحب الديكتاتوريه ودوله الرجل الواحد والقرار الواحد والمشروع الواحد، احنا كده يا جماعه. بس ايه السؤال اللي لازم كل الناس تساله لبعضها
واحنا كان 100 مليون مواطن نساله معاهم هو النظام ده جايب العجرفه دي منين؟ يعني فتحه الصدر دي جايه منين؟ جايه من فكره مركزيه واحده وثابته. لو استطاع المصريين ان يثبتوا عكسها لضعف هذا النظام ودعمه الدولي ضعفا شديدا. هي انا او دول، ويقوم مشاور كده على المصريين ويجيب لك لقطه من بوستات على الفيسبوك لمجموعه شايفه مثلا انه فتاوى الشيخ علي جمعه فتاوى مش كويسه، او يجيب لك لقطه لمجموعه شايفه انه المسيحيه يجب ان تكون الدين الوحيد في مصر، ويجيب لك ويجيب لك ويجيب لك، فتجيب انت لقطات كتير كده للمشهد اللي حوالينا، فتبص كده تقول ايه ده؟ لا ده مش انت طبعا، هما. يقول ايه ده؟ ايه ده؟ يا نهار اسود يا خراشي، لا ده السيسي ارحم، فيظل السيسي. ومن بعده ومن يختار السيسي؟ طول ما مفيش حاجة تجمع المصريين وتطمئن العالم، مش تجمع المصريين بس، انت ممكن تعمل حاجة تجمع المصريين ولا تطمئن العالم، فتتكرر لنا 30/6 تاني بموافقة العالم، احيانا برغبة من العالم، احيانا بدفع من العالم، مش شرط الخليج على فكرة، ممكن تبقى حتة تانية. فانت احنا في تحدي كبير على فكرة، مش 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 النظام بس اللي في تحدي، احنا كمواطنين في تحدي كبير. هل نستطيع ان احنا نعمل دولة نعيش فيها بطريقة حداثية تقبل الجميع بلا استثناء؟ لو اجابتك اول فكرة جت في دماغك لا، يعني ايه الجميع؟ يبقى اعرف ان احنا مش خارجين من هذا المأزق قريبا، وهندفع غالي، سجون وفقر وحبسة ورغبة في الهجرة وحبسة وانت بتهاج، كل اللي انت عايز تتخيل انك هتدفعه هتدفعه، وست عندها 70 سنة بتاخد 2300 جنيه وانت بتعرفش تساعدها بحاجة. الدولة جمهورية مصر العربية التي وصل فيها الوضع انه جمعية الدكتور مصطفى محمود الاشهر في جمهورية مصر العربية عبر التاريخ، اثناء حياة الدكتور مصطفى محمود وجمعيته، اثناء حياة الرجل وبعد وفاة الرجل، مائدة الرحمن الاشهر في جامعة الدول العربية ما بقتش تتعمل. اعرف انه جذور مصر، شجرة مصر دي جذورها بتموت، تبقى مؤيد تبقى معارض تبقى طايقني تبقى عايز تقفل التلفزيون دلوقتي في وشي، ابقى زي ما تبقى، لكن البلد اللي انا اعرفها والجمعيات اللي احنا نعرفها واهل الخير لما يوصلوا ان هم ما بقوش قادرين يعملوا الخير في مصر، يبقى هذه البلد جذورها بتموت. ممكن تتبدل بجذور اخرى، ممكن تبقى عامله بقى ازاي، شكلها ايه، بتاع، دي حكايه بقى نقعد نناقشها مع بعض كتير، نقعد ليالي بقيت ليالي رمضان نناقشها. لكن هيظل الاتحاد الاوروبي يساعد عبد الفتاح السيسي، وهتيجي امريكا تساعد عبد الفتاح السيسي، واسرائيل هتساعد عبد الفتاح السيسي، الى ان نجد حلول بيننا وبين بعض بعد خناق كتير، ها، ينفع فيها نقعد بقى نشوف احنا عايزين نعمل ايه. السؤال الذي يراه العالم ولا يراه المصريين واولهم النخبة السياسية هو اجابة السؤال، ايوة يا حبيبي هتمسكها فتعمل ايه؟ طول ما انت عندك سيناريوهات مش هتنفع تبقى موجودة مع العالم، فانت سيناريوهاتك دي كلها هتتهدر، وهيبقى ارخص على العالم انه يدعم عبد الفتاح السيسي ومشروعه الدكتاتوري في مصر، ارخص بالمعنى الفلوس، ارخص.